استنف دوري فيفا الممتاز في لقاء استضاف به النصر فريق النادي العربي بعد توقف استمر 36 يوما لمشاركة الأزرق في التصفيات الأسيوية المشتركة وخليجي 24. العربي متذيل الترتيب بدأ اللقاء مهاجما، ومنذ البداية استطاع افتتاح التسجيل عن طريق محترفه الأسباني تشافي توريس. الأخضر واصل هجومه على مرمى العنابي بأكثر من محاولة لم يكتب لها النجاح، حتى تحصل السنوسي الهادي على ركلة جزاء انبرى لها البرازيلي ماريون وسجلها بعد ارتداد الكرة من القائم ليتم إلقاء الهدف بعد إشارة أولى من الحكم باحتسابه. النصر لم يقدم شيء يذكر في شوط المباراة الأول الذي انتهى بتقدم العربي بهدف نظيف. العربي واصل هجومه مع بداية شوط المباراة الثاني، والقائم حرم السوري جلفا من إضافة ثاني الأهداف. النصر حاول تسجيل هدف التعادل، لكن دفاع العربي استبسل في إبعاد هذه الكرة لتعود هجمة مرتدة سريعة لفيصل عجب الذي راوغ وكرته ردت من القائم. النصر واصل مهمة البحث عن هدف التعديل وكثف من هجماته. سليمان عبد الغفور تألق وأبعد أكثر من فرصة خطيرة. عمار اشكناني أطلق صافرة النهاية بفوز العربي بهدف نظيف. أول 3 نقاط لنا بالدوري، يمكن اجتهدنا بالفترة السابقة بطولة كأس الاتحاد، لعبنا بالتشكيلة الأساسية، لعبنا البطولة بجد، مثل ما تعرف احنا متصدرين بكأس الاتحاد، هذا شيء نفسي لنا ودافع معنوي المستوى اللي قدمناه بكأس الاتحاد، اليوم أيضا ترجمناه بالمباراة هذه، وإن شاء الله إن شاء الله يا رب هذه انطلاقة النادي العربي إن شاء الله. 3 نقاط مهمة جدا من فريق قوي نادي النصر. الحمد لله حققنا المطلوب واللي ناطرينا من بدايه الموسم عشان نقدر نحسن مركزنا وننطلق للامام باذن الله. المباراه ما كانت سهله صدقني، خصوصا ان شايف الوضع انت، خصوصا احنا بالمركز الاخير. يعني بعض يعيب على السنوسي الهادي استعراضه مهاريا في الكره. والله كل لاعب عنده ستايل لعب، وكل لاعب عنده ميزه داخل الملعب وامكانيات يحاول يستغلهم. نحاول نستغل امكانياتي ومهارتي لصالح الفريق، وان شاء الله باذن الله نزيد نقدم اكثر ان شاء الله للنادي العربي. العربي بهذا الفوز رفع رصيده إلى 5 نقاط وابتعد مؤقتا عن التواجد في المركز الأخير. لبرنامج الديربي خلف العنزي.